شغل ده تيجي تعالى لا مستحق أفضل مستحق أفضل من كده ولكن الحمد لله شكر لله كنا احنا كنا الأفضل من طوال 90 دقيقة لعيبة كانت اشتغلت لو في ما كانش حليفنا الأفضل كنا ممكن نخلص المباراة في الشوط الأولاني بكل أمانة وندخل الوداد في مشكلة ولكن كرة القدم التوفيق وعد التوفيق إنما بشكر اللاعبين على الرغبة القتالية لاعبين بعد الوداد بيومين دي مش سهلة فبقول الحمد لله والشكر لله إن شاء الله نبص للي جاي عندنا ماتش بعد يومين إن شاء الله يكون خير إن شاء الله احنا ماشيين بخطة ثابتة الحمد لله والشكر لله نتمنى التوفيق إن شاء الله للتوفيق كرة القدم هو لاعب مهم جدا أنا بحفل التوفيق بتبقى الأمور بالنسبة لنا مختلفة الحمد لله والشكر لله الجمهور وكل الإعلاميين أنا ما اخترت البقاء في ألوم الكسبي اخترت البقاء عشان جمهور ألوم الكسبي اخترت البقاء للناس اللي بتحب طريق الصفا وارد رئيس يمشي ورئيس يجي ومدرب يمشي ومدرب يجي ولعيبة إنما أنت كلنا كمكتب وكرئيس وكإعلام كلنا بنشتغل لصالح المكان لصالح النادي وأنا دايما الحمد لله والشكر لله أي مكان بتواجد فيه بحب المكان وانا قلت قبل كده كولومبي كاسافي ليها معزه خاصه اكتر من وازم اكتر من الجديده لان بصراحه اللي شفته حب من البلد كلها مش متخيله دي نقطه النقطه الثانيه انا قعدتي ما بتكلمش على التحكيم والله ما بتكلمش على التحكيم بس الناس كلها شايفه والناس كلها اللي بيتكلم على التحكيم بيقف وانا مش من النوعيه اللي انا اتكلم عن التحكيم والله من اول ما جيت من وانا في الدفاع الحسن الجديد طبعا كل واحد بيبقى غصب عنه يعني ولكن في الاول والاخر هفضل دايما اشكر الجمهور كنا عايزين نفرحهم النهارده على ملعبنا كنا مشتاقين ليهم ومشتاقين للملعب ولكن بقول الحمد لله والشكر لله على النتيجه برضه انت بتلعب فريق كبير فريق محترم فريق وداد انت كنت الافضل انت عملت السيناريو للمباراه والحمد لله ربنا وفقك فريق الوداد كان جاي يعمل لك مليون حساب بدليل انه كان بيلعب بثلاثه في نص الملعب جايين الناحيه الدفاعيه فعشان كده بقول لهم بكسب الحمد لله عندنا لعيبه ان شاء الله باذن الله المستقبل قدامهم لعيبه صغيرين لعيبه لسه جايه من بعيد عندي بس الاربع خمس خبرات اللي موجودين ان شاء الله يبقوا ان شاء الله مستقبل لنادي الام الكسف ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.